فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الجهر بالبسملة أمام المأموم الذي يعتقد أن الجهر بها واجب كقول الشافعية؟ ما حكم الجهر بالبسملة أمام المأموم الذي يعتقد أن الجهر بالبسملة واجب كقول الشافعية؟ لا، السنة أنه يجهر بها أحيانا كما يفعل ابن عباس أحيانا، وأما الأصل فهي لا يجهر بها. الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أول ما يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني أول ما يجهرون بالحمد. هذا دليل على أن التسمية، أن البسملة سرا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.